لو الحكاية فيها إن فيتو أبويا ذبح أختي، ذبح أختي كده وكان جايلي يا أختي، والله كان جايلي، كنت لسه والدة، لسه والدة بلا يوم، بلا يوم جاية تخدمني يا عين أمها، راح جايلي في حلوان، في حلوان وربنا جه، كان عاوز ياتي بنت العين يدور، كان عاوز ياتي بنت العين يدور، والله بنت زي الفل، ويقول لي هقتلكوا كلكم، هقتلكوا كلكم داخل كده يا أختي، داخل كده يا أختي زي الفل، هو وشه كده وهي بتموت.